عسلامة الناس الكل اللي يظهر لي القدر متاعنا السنة انو نعيشو ستريس مع الفرق التونسية يا سي اس اس. علاش مش من الاول؟ علاش مش من اول ميتون تهبط بالريتم هذايا يا حمادي الدو؟ علاش مش من الاول؟ علاش مش من الاول تضغط يا اخويا تاخو بايك من الاول ما تعرفش عليها الكورة تلعب معناها البرة، انت تلعب البرة البونتو بزوز بونتو تماركي بونتو سي تقضي عليها جي اس كا اللي اليوم ما سرقتش ترشح نتاعها ربحتك في بلادك ان زيرو وتعمل لك واحد واحد ورد بالك بيناتنا معناها فما بينالتي ما تزفرتش معناها كان تزفرت البينالتي 2-0 للجي اس كا سي اس اس اليميني هنا شفنا فما الامكانيات الكل باش سي اس اس تترشح اليوم. علاش تخلي انت كرة على القائم تحكم في مصير فريق؟ علاش مش من الاول اضغط من الاول عندك الامكانيات الكل؟ بصراحة خسارة للسي اس اس معناها اليوم الماتش هذا اهم ماتش حتى لتوا في الموسم كانت نجم تنقذ به نوعا ما الموسم كأس كاف مهم على الاخر تخليك ترشح دمي فينال خسارة لا غالب هذيك هي الكورة خيرها في غيرها يخدم على روحه سي اس اس سي اس لا غالب لا غالب مانيش قاعد نلقى في الكلام دونك سي اس اس في البطولة هربت عليه تروازيام بلاس متاع الكاف اليوم اليميني من الكارد فينال كاف كونتر جي اس كا وبالله بالله ملاحظة اخويا للتوانسة الكل والمشجعين اللي عندهم كل برجوليك الكبرياء الزايد ونحترموا الفرق اخويا راه جي اس كا فريق كبير راه جمعية كبيرة معناها هي جمعية صغيرة ويزمك تحترمها فما بالك معناها شبيبة الأقبال الفريق هذا راه عنده 14 بطولة في بلاده دو تشامبيونز ليغ 3 كاف سوبر افريقي وعندها بطولات راه نحترموا الفرق يا خويا ويزينا ماك الانف الخايبة اوكي دونك فريق كبير نلعبو كونترو دونك عادي جدا انه يربحك صحيح بعد على البطولات السنين الاخيره لكن يقعد فريق كبير 14 بطوله في بلاده يا اخي دونك نحكيو على السي اس اس وقبل ما نحكيو بطبيعه كان وصلك الفيديو عملنا اخويا كي جي عمل ابوني باش ديما يجيك جديد وانزل على الناقوس وبارطاجي وعملهم الكل دونك سي اس اس الماتش هذا دخل ب 5 شونجمون بارابور الماتش لالي برشا شونجمونات بطبيعه مع غياب دحمان الجول دونك بطبيعه قعلول غياب بطبيعه ما دخلش تيتولير اليوم غوما كيف كيف شادي الهمامي كيف كيف السكري شفنا كيف كيف شوات كان تيتولير الماتش اللي فات وصولا ما يلعبش دونك فما 5 شونجمونات دونك عادي جدا انه الفريق ما تشوفوش بنفس الاداء معناها عادي جدا يخرج لك شطر الفريق 50% ما تشوفش نفس الاداء خاصه معناها عندك نقاط القوه غوما وصولا ما لعبوش بريمير ميتون دونك عادي جدا مع انه كامارا اليوم يلعب تيتولير يلعب وراء لاتاكون شوفوا ملاعبي حاشم رغم اللي عنده امكانيات كبيره اللعبه هذه بصراحه الميتون لول معناها بيت ميتون لول تقولش عليه سي اس اس مازال في تونس المخاخ مازال في تونس ماهوش عارف روحه فاش قاعد يعمل معناها ماهوش عارف روحه قالو يزمو يماركي معناها حمادي الدو دخل بتكتيك ما عجبنيش حتى الطرف تلعب معناها مؤخر وتعقل شنو تعمل في بريسينغ في الوسط وتلعب على الكونتر ما فماش كونتر معناها انت تلعب مؤخر ماكش عامل بريسينغ تخلي في جي اس كافي شبيبة الاقبال تدور في كرة براحة كبيرة وشوفناها شبيبة الاقبال تلعب في براحة كبيرة في بلادها متقدم 1-0 معناها تدور في الدم نوعا ما وبرسيب على الاقل كي تلعب ميتون لول وما تحبش تصنع برشا جو هبط ملاعبية اخويا قويين بويسونس تعب على الاقل فريق الجي اس كا باش على الاقل في الدوزيام ميتون كي تهبط لها وتهبط الملاعبية الاخرين السريعين والمهاريين تنجم تغدرها لكن شفناهم شبيبة الاقبال ميتون لول معناها يلعبوا تقش عليهم في حصة التمارين نسمع في اراء يقول لك سي اس اس هي اللي سيرت ميتون لول لا لكن قالت الشيء ذا كيفاش سي اس اس سيرت ميتون لول وهي واقفة دفاع المنطقة وتلعب على الكونتر ونسبة الامتلاك الكرة شفناه في الشبيبة في الميتون لول 62% وما شفناش لي كونتر اتاك اللي نحكيو عليهم ايديو ساعات يفك كرة واحدة وحتى كي تصير الترانزيسيون ما تصيرش بسرعة معناها فرصة يمكن وحيدة وإلا زوز شوتة من ايدو واحدة يمكن بالراس لكن الفرص الصحيحة شفناهم من شبيبة الاقبال وزوز فرص متاع اهداف الهدف اللي ماركيته شبيبة الاقبال هدف مزيان برشا شفنا كيفاش رضا صياح بثقة متاعه كابيتاني يتقدم ويشوت بانينكا مزيانة برشا تنجم تفشل الملاعبية وتفشل حتى الجول وتعطي ثقة زادة للملاعبية متاع شبيبة الاقبال اليوم صراحة معناها قعلول الكابيتان الحارس المرمى المشجع الاول نتاع السي اس اس ما نحترمو برشا الجول هذا نعرفوه معناها اش عمل للسي اس اس وكيفاش حتى كي يقعد على البنك ما يهموش المهم قلبه مع السي اس اس وديما يشجع في السي اس اس لكن
بصراحة في القيمة متاعه هو كابيتان. أخويا ما عندوش الحق يعمل اللقطة ذيك، نسميه تهور، نسميه إهمال. أخويا لقطة انتحارية، تخرج انت كيك وبعد تضرب بساقك متعمدة ظهر. وإحمد ربي الأربيتر ما عطاكش حمرة في اللقطة ذيك، أخويا تستحق حمرة قعلول بصراحة. معناها غلطة كبيرة هي كلفت سي اس اس اليوم باش تكون إليميني. عمل اللقطة ذيك في بارتي للي وضرب جوار ما حكيتش عليها. اما خويا العزيز معناها عيب تعمل لقطات كيما ذي. خويا لا يشرفك انت لا يشرف السي اس اس، وهاك شوف شنو تكلفت غالي وانت جور خبره. دونك هذا بالنسبه للشوط الاول اللي مشوفنا فيه حد شيء، وشفنا كما قلنا جي اس كا تلعب اريحيه كبيره برشا، وبالنسبه لي هي اللي تسير في المباراه. انت مطالب باش تماركي لها في بلادها، دونك هي يساعدها انك تلعب لها مؤخر. خويا العزيز بيان سور تلعب لك كيكه في الميتون ثاني، بالطبيعه تصير التغييرات عادي جدا انه السي اس اس باش يطلع، عادي جدا انه باش يضغط يلزمو يماركي. خويا عزيز قابل 1-0 معناها سكور كونفوندو بين لالي والروتور 2-0، دونك لازمك تطلع. صارت التغييرات، تدخل سولا، تدخل غومه، تدخل شادي الهمامي، تدخل شوات، تحركت اللعبه. شفنا السي اس اس تضغط اكثر مع جي اس كا اليوم، كي وخرت برجوليه لعبت بالنار معناها في بلاست لونترنور، ما نوخرش التوخير هذيك، نقعد نلعب متوازن، نخلي ساعات سي اس اس في التالي ونلعب لها سورتو على الاسباس. لكن جي اس كا وخرت برشا، وهذا كان في صالح السي اس اس. دونك شفناها تحركت نوعا ما، ولات فما فرص. الحاجه يمكن اللي ما مشاتش وما خلاتش السي اس اس تمارك الاهداف هي فك الباس الاخر في الديشي تكنيك، كومبينيزون تمشي مريقله، من بعد في اخر لقطه الكره تتفك، الكره ما تمشيش صحيحه، فما ديشي. دونك هذا برشا 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 قلق السي اس اس وما خلاش يماركي البونتو نتاعو. وشفنا بصراحه كي دخلوا الملاعبيه شوات زاد عاون برشا، خاصه بالكوتي فيزيك نتاعو، ولا تلعب دوز اتاكون الملاعبيه معناها الكل قدام، وحتى افتكاك الكره ولا في منطقه متقدمه. وسي اس اس حتى كي تخسر الكره تعاود تسترجعها. شفنا جات البينالتي، دونك انت حتى كي تعمل الضغط راه تنجم ما تماركيش من كره مخدومه، تنجم تماركي اخويا من بالاريتي، تماركي من كورنير، تماركي من هفوة، تماركي من دوزيام بال، تماركي من بينالتي. هذيك هي اش معناها انك تضغط خويا العزيز، مش انك لازم تماركي كره كما قلنا مخدومه. شفنا كيفاه جا البونتو من بينالتي، الحارزي يتقدم يسجل الهدف الاول، ومن بعد شفنا الفرص جات، كره بالراس على البار، بعد كره اخرى تجي على القايم. بصراحة معناها السي اس اس كانت على الشعرة باش انها تترشح للدومي فينال. خويا عصب كبير، الله غالب، خيرها في غيرها، وان شاء الله يخدموا على رواحهم لاعبية السي اس اس. حاجة باش نحكي عليها في السي اس اس هي الاضافة متاع الاجانب، نشوفوا في برشا اجانب في السي اس اس، ايدو، سوكاري، كيف كيف كامارا، كيف كيف كواكو. ما فماش إضافة كبيرة اليوم في الأجانب تاع السي اس اس، حصل على الأجانب تاع قبل، أكبر الأمثلة باب ماليك، كيف كيف نسيتو توا ما نستحضرش اسمه، لاتاكوم تاع السي اس اس الطويل معروف على الأخر وقعد برشا سيزونات يلعب في السي اس اس، الإضافة ماهيش كبيرة برشا كيما قبل، وهذه الحاجة اللي كانت تمتاز بها السي اس اس خاصة في ليكروتمون نتاع الملاعبية الأفارقة. دونك والله غالب إن شاء الله خيرها في غيرها كيما نقولوا، يخدم على روحه أكثر السي اس اس. مبروك مرة أخرى للجي اس كا، وإن شاء الله ما عادش نشوفوا العثرات هذيا نتاع الأندية التونسية خاصة في الكؤوس الإفريقية. الفيديو حتى لنوفاه كيما قلت لكم، ما تنساش تعمل جيم، أبوني، بارتاج، ونشوفكم فيديوهات جاية. نقول لكم بالسلامة.